يعني انت لاعب ذو ثقافة جنسية ومعروف انهم اقترحوا عليك المنتخب الهولندي واقترحوا عليك المنتخب المغربي وانت اختاريتي المغرب، قربنا اكثر من هذا الاختيار. اولا انا نموت على المغرب وما يمكنش نلعب في هولندا ونخلي المغرب فيه خوتي وفيه طاجين بالجلبانة. سي حكيم زياش الى عطيناك جوج منتخبات مصر وتونس مناش غادي تخاف؟ انا كان خاف غير من الطاجين يكون ما طيبش مزيان، اما المنتخبات ما يخلعونيش. لا جو ليفر ما بروبر فيزيون دو لار ان بارتيكولير لار كونتمبورين ماروكان. جو تريز ايتوني دو كونستاتير كو اون انسيغني بو فينالمون ليستوار دو لار كون اون فوا كوم سي سيتي كيلك شوز كي اريفي دونك يا اون ليستوار دو لار لوك سي فوندامونتال باسكو ايل سوي finalement toute l'histoire avec un grand H. Il y a l'histoire de l'art qui est là, juste à côté, qui est une sorte de commentaire permanent sur l'histoire. اليوم كنعرفوا بأنه كاين واحد المستجد كبير وهو فتح ورش ديال مدن مهن والكفاءات، واللي الصناعة التقليدية ستحظى في إطار هاد 12 مدينة. الصناعة التقليدية غتكون موجودة في 5 مدن، وهدف الجهات الكبرى اللي فيها الصناعة التقليدية منها الجهة ديال الرشيدية، جهة بني ملال، جهة فاس، مكناس، جهة يعني مراكش، جهة مراكش وجهة أكادير، سوس مسا أكادير. لم يحدث أي تنسيق فيما يخص هذه المسألة مع أي طرف آخر. موقفنا واضح من هذه المسألة، عبرت عنه مصر في مناسبات كثيرة وفي لقاءات ثنائية. مؤخرا وزير الخارجية سيد نصر بوريطة كان في زيارة للقاهرة وتم التباحث حول هذه المسألة. الموقف واضح، موقف مصر واضح من هذه المسألة. أنا بحب البلد دي قوي 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 قوي، يعني أتمنى حقيقي أن أعيش فيها. هي ما تختلفش عن مصر، يعني ما حسيتش بغربة، زي ما بحب أعيش في بلدي أنا حب أعيش هنا فترة شهر، مش هحس أبدا بغربة بصراحة. بس لطيفة وعشرية ودمها خفيف، ولما بفهمش منكم حاجة ويقعد يقولوها تاني ويتكلموا مصري ببسط صراحة. أنا عايز أتصاب. طلعنا من بطولة أوروبا طبعا. شنو الرد ديالك عليه؟ شوف، ملي كيشوفوني قصيت كريستيانو ديبالا كيبقى ليهم حل واحد، هو الدعوات بالإصابة. وانا ان شاء الله كنقول لهم من هذا المنبر انا اللي غادي نصيبكم، انا ما يخلعونيش مصر واخا يلعب معاهم السيسي. الحمد لله، يعني المنتوجات الفلاحيه هي موجوده وكاين واحد التوازن بين الطلب والعرض، يعني في جميع المواد، حتى المواد اللي هي يعني ما كاينش انتاج فيها داخل البلاد كاين الاستيراد، وبانه بصفه عامه يعني الوضع هو جيد ومتميز. وكذلك انه كانت مناسبه باش نتكلموا على المراقبه ديال الصحيه ديال المواد الغذائيه. توني غالي، خصنا واخا يبقى فينا عرق نلعبوا معاهم، واخا يبقى فينا غير عرق. ف جهدت عطيت لراسي لي فيتامين وباش نكون مزيان في هذا الماتش، فالحمد لله اللهم لك الحمد ليسونسييل و 3 بوين. كنحاول اننا نوجه رساله لجميع الاحياء انها تشارك معنا في هذه المبادره من اجل اننا ننميو المدارك المعرفيه ديال الاطفال ديال الاحياء الشعبيه، وخصوصا الاحياء ديال مدينه طنجه والمغرب كامل، من اجل صراحه اننا نعزوا ديك المقوله الجميله العلم نور والجهل عار.